صباح الخير. بفقرة هيك أحلى اليوم، وزي ما دائما وعدناكم نحن نهتم بتفاصيل أسلوب الحياة. زي ما أنتم شايفين أنا اليوم بورشة بيت عمال وبتعمر. اليوم اللي نحكي عنه الجيبسون بورد مع المصمم يزن أبو ريان، شو فوائده، كيف بتركب، شو تصنيفاته، وجايين كتير فقرات بنفس هاي الورشة عشان نحكيكم أكتر بالآخر كيف صارت. تابعونا. صباح الخير يزن. صباح النور. أهلا ندى. نحن زي ما شايفين اليوم نحن متواجدين بورشة لبيت أو عمارة أكتر من طابق. اليوم بدنا نحكي بالذات عن الجبس بورد. بدنا نحاول بأسهل الطرق نوصل إيش هو الجبس بورد، شو تفاصيله، شو أنواعه. فكبداية بتقدر تحكي لنا بطريقة بسيطة كمان عن تركيبته أو من إيش هو عناصره بالذات؟ صحيح. هلا إحنا خلينا نبلش نحكي عن الورشة بشكل عام. إحنا هلا بورشة هي من أكثر من طابق. السبب إحنا متواجدين بهاي الورشة بالذات، أنا عندي في هنا الطابق الأرضي هذا، واللي تحتينا هو فيلا لنفس الشخص، بعدين فوقي لأولاده بالضبط. هلا اللي فوق كل واحد له هوية، كل واحد له شخصية. الهدف من جيتنا لهاي المنطقة لهذا البيت بالذات إنه إحنا في كل بيت في مبين شخصية التصميم في نفس البيت. شو بنقدر إحنا نسوي في الجيبسون بورد من ناحية ربط بالتصميم مع الجيبسون بورد مع الأرضية في كذا شغلة تناسق يعني. بالضبط. هلا إحنا بدنا نحكي عن تركيبة الجيبسون بورد. تركيبته بشكل بسيط جدا، هو من الجبسين كثير كل الناس بتعرفه، ومع سيليكون وفايبر جلاس مخلوطين هم بطريقه معينه، وبعدين محطوطين بين لوحين كرتون طبعا معالج، وهذا هيك بابسط يعني كتصنيع له. هلا هو سماكته بين اللوح نفسه الجبسون بورد بين 9.5 وال 12.5 ميلي، هيك كتركيب له. هلا كانواع هم في 3 انواع رئيسيين للجبسون بورد عندنا، اللي هم المستخدمين. الجبسون بورد العادي اللي هو معروف وبيستخدم في كل الاماكن ما عدا اماكن معينه بسيطه، هذا الجبسون بورد اللي هو بيجي طبقته الكرتون لونه عاجي على بياض. هذا تركيبته نفس اللي حكينا، اللي هو تقريبا من ابسطهم، اللي هو ابسطهم، اللي هي زي ما عم نشوف يعني بالاسقف عندنا، اللي هو مستخدم هون في الاسقف كامله. هلا في النوع الثاني اللي هو مقاوم للرطوبه. المقاوم للرطوبه بيجي نفس الشيء بس بيختلف في المواد شويه، تكوينه ماده السيليكون هي في اكثر من اي شيء ثاني، فبصير هو مقاوم للرطوبه. هلا هذا وين بنحط في الاماكن اللي هي زي الحمامات، في المطابخ، ممكن اي شيء بكون نحكي معرض اكثر لهواء، يعني منطقه تكون بالبيت معرضه اكثر لهواء او شباك جنبه للرطوبه. بالضبط. هلا مثلا وحتى في مناطق يعني زي مثلا البحر الميت ما مركب لها جبسون بورد، لازم يتركب لها النوع الثاني اللي هو النوع المضاد للرطوبة. هذا النوع في أي منطقة فيها رطوبة هو الأفضل. نيجي للنوع الثالث، اللي هو النوع الثالث بيختلف عنهم إنه هو مقاوم للحريق. هو يعني كيف يعني مقاوم للحريق؟ هو بتركب في الأماكن اللي ممكن يكون فيها حم زيادة، ممكن يكون فيها يعني مثلا المطبخ، أنا في أحيان بنقدر نحطه كواجهة عند الفرن مثلا، بدي أحطه هذا بعدين بحط البورسلان، يعني في شغلات يعني بقيت شهر إذا ولعت الدنيا وصار إشي يعني بنحرق، ولا بصير له ضرر معين ولا أخف من غيره ولا هو بنحرق، بس الضرر فيه أبطأ من يعني هو نوعا ما بازل شوي إذا في إشي فوق أو تحته. تمام. بالضبط. إذا حكينا في عنا أكثر من مرحلة قبل ما الواحد يقرر إنه إيش بده يعمل الجبسون بورد، فإيش بنبلش بإيش أول مرحلة نعملها؟ صحيح. هلا إحنا لما نبلش عادة في الجبسون بورد نقعد مع الشخص اللي حيكون في نفس المنطقة اللي حنعمل فيها التصميم. يعني مثلا إحنا عنا البيت كامل، بنقعد مع صاحب البيت، بس لما ندخل إحنا على الغرف نفسها لا، بدي أقعد أنا مع نفس اللي عايش في الغرفة نفسها، سواء كان شاب سواء كان بنت، نأخذ لو ما قعدنا معهم نأخذ إحنا شو يعني شو توجههم هم بشكل أساسي. هلا بشكل عام بعد ما نأخذ
بناخذ المعطيات هاي اللي هو شو التوجه للنفس اللي في الغرفة، شو بحب شو ما بحب، شو الألوان، هل بحب الكيرفات الخطوط المستقيمة، احنا بندله على الاختيار بيناتهم. بعدين بعد ما نختارهم بنشوف احنا شو القطع اللي بدنا نحطها في الغرفة. يعني مثلا انا بدي احط مكتب في الغرفة، بدي اكون حاسب حسابه وممكن احسب حسابه في الجبسون بورد سواء في السقف او في الجدران. هلا احنا مثلا بهاي الغرفة عملنا لما نمشي اخذنا المعطيات وشو في عنا شغلات في الغرفة بدنا نحطها. يعني اسلوب حياته كيف هو حابب يكون وكيف هو مثلا بفكر كيف كل شيء بنقدر نطبقه نحن عمليا بالجبسون بورد. بالضبط. عرفنا كمان شو القطع اللي بدنا نحطها في الغرفة، فيها يعني دراسة أو ما فيها دراسة، فهي من الشغلات الحلوة. آخر فترة سؤال، شو عم بيجيكم، دراسة ولا أكثر مش دراسة؟ في دراسة تمام. هلأ اللي عم بيصير إنه إحنا بعد ما نأخذ الشغلات هاي عم نبلش في التصميم بنبلش أول شيء كسكتشات، نعمل سكتشات، بنبلش في السقف، بننزل طبعا الاثاث. انا بيهمني انه مثلا تخت فوقيه اناره معينه، وعند المكتب بيهمني اناره اقوى. اوضح. بالضبط، هاي بدنا نهتم فيها لما اعمل مخططات الجبسون بورد. هلا بنعمل المخططات الرئيسيه اللي هي التوزيع، بعدين بنبلش احنا في التفاصيل الحلوه، انه انا شو بدي احط كل جبسون بورد، شو قادر اشكل فيه. هلا كتشكيل جبسون بورد حلو جدا، يعني بقدر اشكل فيه اللي بدنا اياه. هلا هون مثلا احنا عاملين في الجبسون بورد، عاملين الجدار هذا وعاملين السقف. حتشوف بصور الـ 3D انه احنا هون شو حاسبين حساب المكتب. هذا بنشوف يعني نظرة أخيرة، يعني مثلا بعدين بعد ما نخلص كل شيء بنعطي كمان زي ما نحكي بريفيو لكيف رح يجي بعد ما يخلص كل شيء المنظر كامل. هلا بس انا يعني مش عاملين احنا هذا التصميم للحيطة هاي وما له دخل في العفش، لا احنا هذا مدخلينه في العفش نفسه. يعني عندي الارجل المكتب مايله زي صوره الـ3D اللي عندك، التخت رجله مايله، ماخذين نفس نحكي الشيب، نفس الكامل التوجه. هلا احنا ممكن نحكي عن فوائد الجبسون بورد. اذا احنا وضحنا ايش المراحل وكيف لازم نعرف ايش يعني ستايل او اسلوب الشخص اللي حاب يعمل جبسون بورد لبيته او لغرفته، وإذا هلا ضايلين بس نحكي كمان عن الفوائد تبع الجبسون بورد. ففي لهم أكثر. صحيح. هلا فوائد الجبسون بورد فوائده كبيرة كتير. أول شيء نبلش إحنا، لو أنا ما بدي أعمل هذا كجبسون بورد، أعمله بخيار تاني. الخيارات المتاحة إلي شوي محدودة، اللي هي الخشب أو الجبصين. هلا لو نحكي احنا شو المقارنه بيناتهم، الخشب ثقيل على بلاش نحكي عن المقارنه، نحكي عن فوائد الجبسون بورد بشكل سريع، انه خفيف الوزن مقارنه بالمواد الثانيه. اي مواد ثانيه ممكن تكون ثقيله على نفس الحمل. سهله التشكيل، ايش ما بدي اشكل فيها بقدر اشكل. هلا كمان غير خفه الوزن وسهله التشكيل كمصنعيه، يعني اللي بده يشتغل فيها برضه مش هالغلبه الكبيره وهو يشتغلها، برضه مقارن بمواد ثانيه لا بيكون في صعوبه وبيكون في بهدله اكثر. نيجي من كمان فوائده، انا بقدر احطه جدران، بقدر احطه اسقف، بقدر احطه قواطع، وفي دول كثير في اوروبا معتمده هو كقواطع رئيسيه في البيوت، مشان اذا صار اي حريق اي شيء يكون سهل. يعني له اكثر من استخدام وسهل كمان استخدامه. بالضبط. هلا برضه من فوائده انه انا وين ما بدي احطه بالحمام في له خياراته، بالمطبخ في له خياراته، يعني موجود في له عده انواع. زائد من فوائده كمان، هلا هو سطح املس ناعم بغير انه الاقصاره، مثلا الاقصاره الا ما تطلع فيها يعني ديفو معين. بالضبط. اما هذا احنا عم نحكي عن جهاز قاعد عم بنتج، فعم بيطلع لي سطح املس تماما جاهز للمعجنه والدهان. هاي شغلات رئيسيه من فوائده، فوائده كثيره لكن هاي الشغله الرئيسيه. حلو. قلت لي في كمان مفروض كمان غرفة هلا، فأنا حابة أشوف شنو فيها ستايل غير. صحيح. هلا حنشوف عدة غرف، يعني حنبين إنه إحنا في عنا وحدة تصميم في نفس البيت، لكن كل واحد له شخصية، كل شخص في البيت له شخصيته ملتزمين بشخصيته هو. أوكي. إذا نحن بغرفة تانية زي ما حكينا، وعم بطلع بشوف الصراحة ديزاينها كتير حلو،
كان بشوفهم في نوع من الميلان، فبتقدر تحكي لنا ايش عمل؟ هلا هذا الميلان اللي دخل في التصميم النهائي للغرفة، هذا الميلان داخل في عدة شغلات في الغرفة، من ناحية المكتب، الخزانة، التخت، كله موجود فيه. هلا هاي المنطقة اللي احنا واقفين عندها هي منطقة المكتب، هي منطقة الدراسة. هون في عندي مكتب ماخذ تقريبا نفس القصة هاي. بهمني انا في عندي المكتب اخذ إنارة مباشرة واخذ إنارة برضه غير مباشرة، هذول حلوين يعني، عندي قراءة هادية ممكن كل هذا ايش برتاح. بقول لك مثلا في ناس بقول لك تضول قوي، انا ما بقدر ما بشوفش منه، صح؟ في ناس بقول لك لازم نضول. صحيح. فهون حاسبين احنا حساب، هون في عندي إنارة مخفية. بقية الغرفة هون زي ما تشايفي في عندنا احنا هون فتحة في الوسط، هاي الفتحة حتكون حنحكي عنها بالحلقات الجاية ان شاء الله. هاي الفتحة حتكون بلاستيك أكريلية، وحنضوي احنا السقف اللي فوقيها فحتبين هي مضاءة كاملة. بقية الشغلات هذا اللي هو الإنارة المخفية الهادية اللي حوالينا، وبالوسط هي الإنارة القوية اللي حنعتمد عليها في الغرفة. إذا يزن في كمان حكينا فينا كمان ثالث غرفة بدنا نشوفها عشان كمان شوي ديزاينها غير كمان، وهي بتختلف كثير عن الأولى والثانية. هلا بنشوف احنا في عندنا اكثر من تصميم هون في هذا البيت، حنشوف تصميم من نفس هذا الطابق وبعدين نطلع للطابق الثانية. طيب اوكي زين. يلا اذا نحن نزن بالغرفة الثالثة. اوكي، وانا شايفتها كثير غير، حاسه فيها عواميد هيك بس ما بعرف اللي ما بفهم فيهم كثير، بدي تحكي لهم اكثر شو اختلافها. هلا هاي الغرفه هي الغرفه الرئيسيه عندي في البيت. هون في عندي بالاساس يعني في الجبسون بورد كيف بدي اربط انا الجدران بالسقف، بنفس الوقت بالتصميم كيف انا بقدر اخفي اي عيوب اي مشاكل في موجوده في البيت. هلا هون في عندي انا عمود، وبين العمود هون وعمود والشباك في حينحط عندي التخت، فبدل ما نحطه احنا ويضل العمود مبين ونحط التخت بشكل مش بالمنتصف، لا عملنا احنا زي عمود ثاني هو من جبسون بورد كله بالضبط. وبعدين ربطنا احنا الاعمده هاي مع السقف في بالاناره. اذا نزل في عندنا هون اذا كمان ستايل يعني مش عارف صار رابع او خامس، بس عندنا مساحه اكبر، ف هو صالون المفروض يكون هذا صالون. احنا عم نشوف اكثر من ستايل زي ما قلتي، السبب انه نوصل فكره انه احنا بنقدر اي شيء انا بمخيلتي بنقدر نطبقه. هلا عندنا مثلا احنا هنا في صاحب هذه الشقه ما بحب الخطوط الحاده وحابين نطلع عن المألوف شوي. اذا هلا اذا زي ما حكينا قبل بدنا نشوف تركيب ملموس للجيبسون بورد، اذا هو لساته زي ما حكيت لي انت مش مدهون ولا شيء. صح. هلا بنشوف احنا لسه ما خلصنا شغل، عم نشوف هلا في جيبسون بورد ايش عمل؟ عملي بالضبط. أوكي. بالضبط. اذا نحن عم نشوف هون الشباب نعطيهم الف عافيه عمالهم بيركبوا الحديد اللي حكيت لي عنه اول طبقه المفروض بيكون. صحيح. هلا هي شبكه الحديد الرئيسيه اللي بنركبها قبل الجبسون بورد نفسه. طبعا في ابعاد لازم نلتزم فيها بين الجسور الرئيسيه وبين الجسور السفليه. اذا يزن نحن بشكل عم نشوف الحديد، هلا عم نشوف اللي هي الطبقه قبل ما تندهن اذا انا مش غلطان يعني. صحيح. هلا هذا الجبسون بورد هي المرحله اللي نحكي النهائيه قبل الدهان، بعد ما ركبنا الحديد والتزمنا بالمخططات والابعاد الرئيسيه بنزل احنا عندنا شيء بنسميه شراشف اللي هم اللي هي قديش بدنا ننزل احنا كبعد، بعدين بنزل اللي هي التصفيح الاخير اللي هو النهائي تحت الارضيات بتاعته. هلا هذا عندنا احنا هنا النظام هنا كان ديزاين كان هو مثلثات، المثلثات هي فيها كلها إنارة. هاي شقة ثالثة مختلفة عن التصاميم الثانية، فيها روح ثانية، وهذا اللي بده إياه صاحب هاي الشقة. بحب أشكرك مصمم يزن أبو ريال، وأكيد هنا رح نشوف بعض كمان فقرات جاي. هنا هيك بنكون وصلنا لنهاية فقرتنا اليوم، وفي عنا كمان فقرات جاي رح نشوف نفس البيت بوول بيبرز وبدهان كيف صار بالآخر. تابعونا فقرات جاي.